سعيد كثير انه اليوم معنا اول طبيب فاز بمسابقه ميت ذا ماستر، واللي فاز معنا طبعا بتدريب لمده 5 ايام، 3 ايام في دبي بعيادات ليبرتي للتدريب على تقنيه 3 انفينيرز، ويومين بايطاليا بشركه شفلا. دكتور ياسر طبيب اسنان مصري مقيم في عمان، اهلا وسهلا فيك معنا. وشو شعورك اليوم هيك؟ سعيد جدا، انا بقالي يومين بحلم ان شاء الله ان انا اكسب. يلا دائما في الاحلام في دبي بتتحقق، ودائما مع ايدك الاحلام بتتحقق. فحنشوفكم بكره بنفس الوقت بقاعه راشد الساعه 3 الظهر لنسحب كمان مره فائزين جدد ان شاء الله.